السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين المنتخب الوطني الجزائري، والناس اللي يتغنى ويقول لك يا ودي رانا قلعنا وصايك وسيمو مكة، لا صايك لا سيمو مكة، سيمو ما راش كاين، رانا في طريق العودة، والله رانا في طريق العودة. المنتخب الوطني الجزائري في الطريق، يعني اللي ما عندهاش نقطة تاعها بين القطار يمشي كيلاري تاعه، كاين وين الأجونس، كاين كلش. بصح حنايا الناس اللي تسوق في هذا القطار تاع المنتخب الوطني، طريق مجهول، التلز الخالي، هذه هي وين المنتخب الوطني وين لعب امام غينيا، وامام ولعب امام تنزانيا، اوغندا، ايران. من نفس هذه تاع كوجاك، اعطيني كالمو زراري بيطو ما يبكيش، يعطيو كوجاك لزراري بيطو ما يبكوش. وصحيح هذا مكان هذه تاع الربحه، هذه كوجاك لزراري تعطيكم حبه حبه كوجاك، يعني كالما تاع كالما بيطو ما تفطنوش. من السيرو تاع الرقاد، السيرو تاع الرقاد راهوكم وين ما يسيبوكم بيت الفطنو يديركم السيرو تاع الرقاد. هيا كي تكون الضربة كبيرة يحصلوا في السحر، يحصلوا في الاربيت، يحصلوا في اللغة. كيما نهار لي خرجنا من برومي تور، خرجنا بنقطة البعير، هيا كي جا المدرب هنا قالك اربيت لي دار علينا كونترينية استوائية يهدر اسبانيولية، وجابوه من ليكوادور. شو كيفاش هنايا وين تعرف بلي يا ودي الناس مشي تاكل على خدمتها، تاكلين بالك العربي اللي يغلط يحط كوفرو عند الكاري 18 ومحرز يماركيها. ايو المعلق يبدا يقول له ماذا فعلت يا مدرب، كيما نهار مي ماركينا البنت تاع طوبة، الشعب دخل طوبة، الشعب ولا عيط على طوبة، وما هي مي دخل راخر دونتري عطال دونتري الشعب اللي عيط. هي من بعد المعلق مي ماركينا البنت تاع هيا بنا الى قطر، هيا بنا الى قطر، ويقولوا ماذا فعلت بتغيير الخطه يا كوتش. امان 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 اي كابي اسمعها، قال له ساراك تقول خطه، ها نقول لك الخطه كي دايره. اي قالكم روحوا عبدوا ربي، اي كابي مسيحي بصح قالكم انتم مسلمين عبدوا ربي، عيطوا على ربي، روحوا عيطوا على ربي. في طول ذاك المعلق ولا قال المعلقين اللي كانوا يهضروا، طول يقولوا هذه قدره الهيه، هذه منا، ولا يقولوا ماذا فعلت يا مدرب، ساو ربي. ها هي اي كابيش اسمعكم شادر، قال لكم يا ودي روحوا عبدوا ربي، كي تعيطوا خليتوا له تعيطوا على ربي. اكري كنا ندخلوا للستاد نقولوا الله يا مولانا توب علينا يا ربي توب علينا، نغنوها نجيبو غنية تاع طالع البدر علينا، ما نجيبو لا غنى تاع سياسة لا والو، كنا نجيو نروحو للسطاد نديفولو ونعيطو على ربي، فالسطاد ونعيطو على ربي، ربي يكرمنا ما يخليكش تقطع 300 كيلومتر مولي تطبخ. يا ربي الضحك واللعب هذه هي. وين نعاودو نولو ونتكلمو ونقولو لكم، يعني تعرفوا انا نقول لكم علاش يعني قدمنا دورة كأس أمم إفريقيا يعني في 2022 سيئة ولم نتأهل إلى مونديال قطر. بكل بساطة لأن في 15 مباراة الأخيرة أو أكثر كنا نقدم أداء متوسط غير متطور، لكن كنا نفوز بدون أداء. ببساطة النتائج كانت تغطي على المنظومة وعلى الأداء، يعني هذه باش يكون على بالكم. كنا الأداء خاطش كي كنا نقولوا يا ودي يا جماعة رانا ربحنا، راني عقل نهار ربحنا تونس 2-0 واش قلت لكم، راني عقل ياكم نسقعوا كيما هكاو وليك محرز والآخر واحد ديال الراقد واحد منا، أنا اش قلت لكم؟ قلت لكم يا ودي كوغي خسرنا وكما صاوا الغاشي، هانت تكره لي كيب ناسيونال، هانت كنت باغي منا، راني عقل مؤمن ربي شافيه مؤمن. شا قال لهم؟ قال لهم لا عزاء للحساد للغيارين، واللي يقارع للجزائر تخسر يقارع سنين وسنين. هيا ها سنين وسنين كي جات، ها غادي نخلصوا سنين وسنين لا قعدت كيما هكا.
إذا قعدت كيما هكا وقعد هذا المدرب غادي يخلصوا سنين وسنين، كاين اللي حاجة راحت له مسكين مازال يقارع لها، كاين مناصر مسكين يقارع باللي المدرب هذا غادي يعاود يوقف ويعاود يوقف ليكيب ناسيونال. راكم غالطين، مازال هذا المدرب يواصل ارتكاب أخطاء ومازال يكرر نفس الغلطة الماضية، مازال مدرب يدخل في صراع مع الصحافة والتي ليس لها مستوى، ومنها يعني المدرب وين سينزل وين نزل مستواه إليهم ويفرض على نفسه وعلى لاعبين ضغط سلبي. مازال هذا المدرب لم يعالج مشكلة التعامل النفسي مع اللاعبين ومع نفسه، مازال هذا المدرب يلعب بنفس الطريقة لعب، بل أصبح يلعب يعني بتناقض كيف لوسط ميدان مكون من 3 لاعبين بصيغة دفاعية ويريد أن يلعب الهجوم والاستحواذ على الكرة، ما دام تلعب ب3 لاعبين استرجاع وبدون لعاب يعني بلعب مبدع صانع ألعاب كان يجب عليه أن يلعب لعب مباشر كذلك يعني وين نقولوا باللي للحظ أداء فردي يلعب يعني وين يغلب على أداء الجماعي. ما زال هذا المدرب لا يفرق بين التدريب نادي ومنتخب، وإن أتكلم على طريقة اللعب ليس على إعطاء قيمة للمنتخب، لا أحد ينكر حب يعني نقولوا بلي أو إلى الجحت، لكن المدرب المنتخب وإن يركز على توظيف لاعبين جاهزين ذو مستوى كبير ويركز كذلك على الجانب التكتيكي بشكل مبالغ فيه بغلق مساحات وتضييقه ونقولوا باللي توفير كثافة الدفاعية والهجومية في حال هجوم، عكس التدريب نادي التي يرتكز على تطوير لاعبين وتطوير خطط وأفكار الفريق. أنا يضرب مدرب كي يجيك يقول لك أنا يا ما عطاونيش هذه، احنا مدرب يعني وين يشكي من دات فيفا، يا ودي دات فيفا انت لا بغات 4 ايام، لا بغات دات فيفا تعطيك 4 ايام، انت اش غادي دير؟ غادي تجيب لعاب اللي راه يلعب في ليكيب تاعو، انت ما راكش نادي، انت مازال ما فرقتش بين مدرب تاع نادي ومدرب تاع نخبه، هذاك نادي واه طور المشروع تاعك راك كيما نقولوا حنايا نروحوا لغوارديولا، غوارديولا كيفاش طور يعني حط مشروع ونجح، كلوب في بوروسيا دورتموند حط مشروع ونجح. يعني بصح انت يا المدرب لازم تفرق بين مدرب تاع نادي مدرب تاع منتخب، المنتخب يعني تشوف على المقياس تاع اللعاب، تروح تجيب لي راه واجد، ماشي تجيب دير تسويق اللعابه ولا تجيب لعاب يعني تجيبه برك، ما كاش هذه تاع تجيب لعاب وصايك، هذه ما كاش. هيا نشتا معاك تا برك غادي نشوف تجيب لعابه ومن بعد تقول لنا يا ودي التطوير، ومن نقولوا لك تزعف، من نقولوا لك تزعف، انا نقولها لك ونعاود لا بيت وقعد لا بيت وقعد. لازم لك جول كيف، روح جيب جول كيف ديرو في ظهرك، جيب جول كيف ديرو في ظهرك الى بيت تنجح، ما عليش جول كيف يعطيك التاكتيك وانت يا ادمر كيما كان داير لك صاحبك، كنت تخرج للصحافه تهضر لهم تقول لهم لادفيرسير نعرفوا كيفاش يلعب طاك 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 طاك، بصح شكون اللي كان يعطيك؟ انا نتحداك دروك تهضر هذه الهضره، ما خاطش ما تعرفهاش، عادش ما تقراش ما تتبعش، هذه هي هذه نقولها لك ونعاودها لك. انا باقي كيف انت الشيطان غير انت وحدك خطاك، هذاك المساعد تاعك خرج بنقطه، كيف يا جماعه كيف مباراه مصيريه باش نديرو باش نكاليفو دوزيام تور تخسر بثلاثه ودي مباراه مصيريه على الاقل على الاقل كون لعبتو الند والند للند وخسرتو 1-0 ونقولوا الله غالب، كم مباراة مصيرية بريمير ميتو كان ضرب بينك بزوجة، وخطة تكتيكية راني لليوم نقرا فيها مازال ما عرفتهاش كي لعبتو صايد قوميني من صغار تقول لاعبين صغار دخلوا والديهم دخلوهم يجروا مور البلوطة وصايك اجري مور البولة وصايك، هذه وين الغلطة تاعك نتايا؟ ومن بعد تجي تقولنا بلي راهم يديروا لي راهم يخربوا لي هذي تعشى معيشينك يعني في مصطلح يقولوا له المؤامره، هذا العصابه هذه يعني وين عيشوك في مصطلح مي تهدر تقول مؤامره، ها اربيت ها الاربيت من راه الاربيت ربحك، الاربيت ربحك تالي يا سي محمد اموالك. ما تنساو جماعه عطونا جيم كومونتير
وبارطاجونا لي فيديو باش دايما معاكم بجديد ان شاء الله، وربي يحفظكم خوتي، سعيدكم.